الآلية تمثلت في الضغط على جناب الملوخيتين آليتين فانطلقت أعينهما لتستقر في جثامين الشهداء. كما جدران مبنى نقطة الشرطة، كما شاركت الجدران الحراس في حلو أوقاتهم أبت إلا أن تشاركهم ضرها ونورها. لا التجارة وما لانت قلوب البناء، فقلوبهم كانت أشد قسوة. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن كنا قد أثبتنا إتيان المتهمين إلى أفعال مادية مشكلة للركن المادي لجرائم القتل، وأكدنا وقوع نتيجة جريمة القتل، أكدنا ذلك بشهادة شهود رأوا المبني عليهم قبل إطلاق النار أحيانا، وسمعوا دوي الرصاصات، ثم أبصروا فوارغها بمحيط جثامين الشهداء. أكدنا وقوع نتيجة مما جاء باعترافات المتهم يحيى المومي، فإنا أيضا نؤكد تلك الحقيقة بما جاء باعترافات المتهم أحمد محمد عبد الحليم من قتل أعضاء الجماعة لأفراد الكمين. ولا نكتفي بذلك، بل إننا نقيم الحجة على المتهمين على صحة اعترافهم ومطابقته للواقع. نقيم الحجة عليهم بما أثبته تشريك الكبراء وصحة الطب الشرعي لجثامين الشهداء، فقد أكد التشريح وقوع النتيجة بل علاقة السببية بين النتيجة وبين أفعال الجهات المادية، فقد ثبت من التشريح أن وفاة المبني عليهم الثلاثة تعزى إلى الإصابات النارية الناشئة من مقذوفات أعيرة نارية مفردة، تلك الأعيرة التي أصابت المبني عليه محمد صفوص محمد أحمد فأنتجت تهتكا بأحشاء الداخلية لمنطقتي الصدر والبطن، وأصابت المبني عليه شريف سعد علي فأنتجت تهتكا بأحشاء الداخلية للصدر والقلب والرئتين، وأصابت المبني عليه أحمد عبد المحسن محمد فرحات برأسه فأنتجت تهتكا بأنسجة المخ، إصابات بالرأس والصدر والقلب، وهذه مواضع أعيرة المتهمين النارية في أجساد الشهداء. ومن مواضع تلك الأعيرة تستدل على قصد إزهاق الروح لدى المتهمين، تستدل من تلك المواقع على قصد المتهمين الخاص، لا لأنها مواضع قاتلة بطبيعتها وحسب، وإنما بما سبق أن أثبتناه من تلقي المتهمين إعدادا عسكريا متقدما على استخدام كافة أنواع الأسلحة النارية ومنها سلاح كلاشينكوف، فلا محل للقول بعدم تصديم تلك المواقع، ولا نقول ذلك ونكتفي، وإنما نورد دليل ذلك القصد الخاص من أقوال المتهمين أنفسهم. فيقرر المتهم الثالث بعد المئة يحيى المومجي بالصفحة 41 بعد المئة في الملف استجوابه متحدثا عن قصده ومن شاركه من تنفيذ العملية، فيقول صراحة قتل أفراد الكمين، ويقرر المتهم الثالث بعد المئة أحمد محمد عبد الحليم بالصفحة 83 من ملف استجوابه بشأن قصده من المشاركة في تنفيذ العملية المخطط لها، المقصود هو قتل الموجود في الكمين من رجال الشرطة. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، غدا ثابتا وفق ما فات وقوع أفعال جريمة القتل المادية مقترنة بقصد خاص يقيم جريمة القتل، وذلك من المتهمين الثالث بعد المئة يحيى المومجي والمتوفى حسن عبد العالم، بإطلاق يحيى المومجي أعيرة نارية صوب المجني عليهم قاصدا إزهاق أرواحهم، كما ثبت وجود آخرين لمسرح الجريمة ليكونوا فاعلين أصليين كل وفق دوره بالمخطط، ومنهم المتهم الرابع بعد المئة عادل الميري، وذلك بقيادته سيارة استقلها المتوفى أحمد السجيني أوصله بها إلى مسرح الجريمة، وذلك تمهيدا للقيام بدوره بتأمين تهريب البناء. ومن الفاعلين الأصليين أيضا المتهمان الخامس بعد المئة ممدوح عبد الموجود والسابع بعد المئة محمد عادل، وقد قاما بقيادة الدراجتين الآليتين وقت ارتكاب الجريمة. ومن المتهمين أيضا المتهم السادس بعد المئة أحمد محمد عبد الحليم، وذلك برصده نقطة الشرطة قبيل التبديل، وقيامه بإيصال يحيى المومجي إلى مسرح الجريمة ليطارق أفعالها المادية. وعن قصود أولئك المتهمين فقد تحدثنا عن بعض تلك القصود، وندلل على قصود الآخرين بما سبق أن أثبتته النيابة
لانضمامهم للجماعة وعلمهم بأفرادها، وأن من وسائل تلك الجماعة قتل أفراد وضباط الشرطة. هكذا وضع الجرائم القتل من قبل المتهمين من الثالث بعد المئة وحتى السابع بعد المئة. وقد شكلت أفعالهم أيضا جرائم التخريب وإتلاف الأموال خاصة، إذ كما قرر المتهم يحيى المنجي بتخريبه زجاج نقطة الشرطة، فقد قطعت تقارير خبراء معمل الأدلة البنائية ومعاينة النيابة العامة بوقوع ذلك التخريب، ووجود آثار لإطلاق أعيرة نارية على جدران النقطة وزجاجها، كما ثبت بمعاينة النيابة العامة لمحيط نقطة الشرطة وجود دراجة نارية بها كسر بالرفرف الأمامي للعجلة الأمامية نتيجة طلق ناري، وهي الدراجة المملوكة للمجني عليه الشهيد أحمد عبد المحسن محمد. أما عن الظروف المشددة لجريمة القتل فإن عايزين أعطاله جد، مش شغلان كل يوم يا أستاذ علي. مش ذنبهم ان هم يسكتوا بدون. فلو بعد ما نعرف هم عايزين ايه؟